ليش مشتاق لكم؟ ماكو مانع عذرون عن الانقطاع، لان الانقطاع شنو سببه؟ مشاهدات مالتنا هنا راح اخليها، سببه من تتفاعلون ويانا يعني بالفيديو، يعني يطلع لك الفيديو من تتفاعل وياه، يعني تحط لايك، مو لايك انت تشوف الفيديو، مثل شفتوه انتم 5000، 5000 واحد يحبني، حط لايك، يعني انت اذا صارت 5000 لك، الفيديو قبل يعني اوريدي هاي الكلمات شوي انجليزيه شوف علي يصعد الفيديو اكسبلور يعني مثل يصعد الفيديو احنا عشان نشوف مشاهدات نتعب بالتصوير ونشوف المشاهدات 5000 10000 مو المشاهدات الاوليه كانت تصعد 100000 200000 فهذا السبب نشوف المشاهدات اقل المرتضى يقول لي معود مشاهدات مو حلوه فما انا ما ماكو حافز او ماكو واحد حتى نصور جاي تجي مسائل على الانستغرام يقولوا لي مشتاق لكم ليش ما جاي تنشرون فيديوهات عرضيه على اليوتيوب؟ احنا جاي نشوف بس الفيديوهات اللي بالطول هي الشورت وعلى التيك توك وعلى الانستغرام. هسه ان شاء الله اذا هذا الفيديو ان شاء الله تعويض باللايكات واللايكات يعني دعم ابسط شيء يسوونه وتنطوا لايك وتعليق. سوينا فقره على الانستغرام هاي منشورات ستوري وستوري مرتضى دائما الفقرات نسويها على الانستغرام ننشر كتبنا ردة فعل على الفيديوهات القديمة أو الأسئلة وأجوبة فكان أكثر الردود يعني رد أفعال عفوا تصويت فهاي حساباتنا على الانستغرام تابعوا حساباتنا وراح نبدأ بالفيديوهات بلش طبعا صار لي هواية يعني نزلت جو على مود يعني أي قد فيديوهات ما مرتاح على المقاطع القديمة والشكل القديم نبدأ بأول فيديو عيوني ما تقعيك طبعا هذا يعني اول فيديو يمكن مو عشان كان بينزل تري هذا الفيديو الثاني فلان اليوم عازمك كريم وبالكرم معروف وحاير شرده واصفنك او مو شان قلت هالواد مسولفت عنك تفرح لو لفن صعبه لا لا مستحيل هذا الفيديو ها؟ هذا مو مستحيل قلت لي الشفقه مالتك من فوق هاي الشفقه حتى قديمه هذا الفيديو الثاني بس هذا الفيديو بس هذا الفيديو ما تستحين يا بنت الزمر يا غداره ليش خليتيني اموت وبطيتيني دم دم ما ليش حبيبتي باللحظه ما قلت شاني قدام ايش دموت اقول لك شطيني دم الفيديو اللي بعده البارحه خالد دزالي صوري فما فتحت لان النت ضعيف فكتبت له منور خالي اين يقع البحر الميت؟ البحر الميت؟ ايه سهلة البحر الميت بالمقبرة وين؟ بالمقبرة الله يرحمهم مستحيل وش اللي يسوي؟ ليش طبعا انا راح اخرج لكم الفيديوهات انا وانتم شاهدوا لي براحتكم ضحكوا للصبح نام الحيج عاود جاي يسوي الحين؟ ايه عود جاي اشوفها علي ذكر مو جاي قلت لك شنو شوف الحين طلعت بين صار سادس يمكن يمكن سادس يمكن ما شفت ما راح شافه راح هاي طبعا اول فيديو انه يعني طش 24000 لايك على هالفيديو ما كان زين بعد تم 24 شنو انت 24000 انطيتنا لايكات شنو يعني يكون علينا ويانا ضدنا الفيديو يمكن وصل نص مليون والله يمكن اعطي تفه ما اعطي لايك بعد انا اشوفك فيديوهات لا خلنا اشوفك فيديوهات هذا الفيديو عن قوتي لازم يوم خليته وجدت انا صراحه وجدت الفيديو اللي بعده اذا عجبكم هذا الفيديو خليكم ردود افعال على صورنا القديمه صورنا فوضى صورنا ما انصحكم والله الله كله راح
اصفر عليك علاوي دفرة. لو ما كنت بسمع البن مبلل كان بدك تنطر لا بس للسلطان وعارفني ارتان طيار وقز وملك على ضمك يحكي بلعومك رهيب عارفين وش هي؟ نسيت الصوت فورا على سمعتي وجهي سمعتي انا عدت من ضوء يعني؟ فاتت مرة يعني ايه؟ وش سوي؟ ايش سوي فاتت مرة؟ ما سويت شي المهم اعزائي هاي الفيديوهات والله انا لو مكامره كان بكيت على الفيديوهات القديمه بس استهمني هاي الفيديوهات راح نخلي لكم اياها لان انا وبكم راحتكم ضحك علينا ضحك علينا طبعا هاي البدايه مالتنا كانت سولفتكم عن هاي نسولف عن المنطقه بالبدايه كنا يعني مفكرين انه هيك نوصل هالمرحله وعندنا متابعين والعالم تحبنا هي شوي شوي يعني بدينا اول شيء نفكر يصير عندنا متابعين اهم شيء المتابعين وكنا كل شيء ننزل يعني شكلكم بدون ما نفكر نصور الفيديو ونزل هسه لا يعني ما مفكرين انه هيك عندنا متابعين اي يعني راح تطلع هاي الفيديوهات انه ما خفيناهم عفناهم الحمد لله وشكرا احنا من بدينا هم يلقون شو اسمه لا احنا من بدينا هذا يوم ما عندنا شيء سلبي يجوز عندنا شيء سلبي يعني بس مو يأذي على المجتمع او لا يعني مثل ما يقول شوي يعني شاف اي عادي فالحمد لله وشكرا سقمنا نفكر للفيديو قبل لا ننزلين يعني صار عندنا عائله تابعنا ومتابعين يعني هذا الشيء اذا سوينا شيء سلبي هذا اللي تابعنا شلون يقتدي بينا ويقول هسه هو هذا اللي اقتدي بيه مو زين خلنا نقلد احنا كنا نفكر بشيء مسوي انت توصل هيك مرحله فالناس يقدرون يقلدوك فالحمد لله وشكرا المفروض تنتبه تصرفاتك وكلامك وافعالك انا مفتخر بهاي المتابعين عندنا على التيك توك راح ندخل مليون ما بقى شيء 5000 متابع على الانستغرام حسابنا 100 كي على اليوتيوب نص مليون بفضل الله وفضلكم وفضلنا احنا تعبنا ونستحق احنا هذا الشيء وصلنا لان تعبنا كلش تعبنا بالتصوير ولو ما يستحق اي من وصل هذا الرقم من وصل هذا الرقم لان هو تتعب توصل للشيء اللي تريده الحمد لله والشكر وكما قال الشاعر ولو هو العشق تسوان مع كل العتب ولا سوري راح مع كل الدمع لا مروان العنزي مدري العنزي مدري شو اسمه العنزي مروان اللي هنا نفس ما اتفقنا حساباتنا على الانستغرام موجوده ضيفوا حساباتنا وثاني شيء اللايك اهم شيء يعني اللايك واللي ما مشترك اول مره يشوفنا خليه يشترك بنظام للقناه مالتنا ومتابعينا ان شاء الله عائله وتعرفون احنا محتوانا عائلي وبسيط ما بيه تصنع الحمد لله والشكر لايك وسبسكرايب باي.